أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اليوم اتصالا هاتفيا بأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الصباح، هناه خلاله بمناسبة إعادة تكليفه من قبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تمنياته لأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الصباح بالتوفيق في أداء هذه المهمة الوطنية. وفي كل ما من شأنه دعم وتعزيز مسيره النهضه والتنميه التي تشهدها دوله الكويت الشقيقه تحت رايه قيادتها الحكيمه. من جانبه عرب سمو الشيخ جابر المبارك الصباح عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعره الصادقه منوها بما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمة من وشائج متينة تعبر عن خصوصية العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم في مختلف المجالات.